يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. واليوم معانا ناصر العقيل، حيث الموسيقى والكتاب والهزيمة بإذن الله. خسي اللي ما تعرفونه يا جماعة، اللعبة دي أنا وناصر حاطين فيها تحدي من فترة طويلة، ولكن يعني تضارب في الجداول وما حصلت فرصة، ولكن اليوم حصلت الفرصة أخيرا. على السريع ناصر، خلينا نشرح لهم الفكرة البسيطة الخفيفة اللطيفة لهذه اللعبة. الموقع هذا يا أخوان يعطيكم موقعين، يعطيكم فيلمين عفوا. يقول لك مثلا الفيلم هذا اللي نزل سنة 2006 تقييمه 8.2، وأنا الدور عندي مثلا فأقول Star Wars The Force Awakens تقييمه هل هو أعلى ولا أقل؟ بطبيعة الحال وبحكم خبرة السينمائية أنا عارف إنه Star Wars اللي نزل سنة 2015 تقييمه مؤقل، وبكذا ايش اخذ نقطه. فهمتوا؟ يجي الدور على ناصر. هاي يا ناصر وزيك، ايزي بيزي. واضحه الفكره يا ناصر؟ واضحه يا عزيزي. 15 نقطه اللي يجيبها هو اللي يفوز ويعزم الثاني على معصوب. دان شيك ما هي شيك هاند. العيد ان شاء الله، العيد الفطر. وفي حال انا عزمتك وفي حال انت عزمتني، عندي لك محل معصوب في الطائف، متاكد انك ما راح تذوقه في حياتك كلها باذن الله، ومتاكد اني قد ذقته قبل. طيب مستعدين الصور؟ مستعد. That's a tough one. شنو هذا ريجي؟ يلا بسم الله. المهم يا اخوان، قبل ما نبدا هابلو لايك واشترك في القناه لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديسكورد تويتش، جميع حساباتي موجوده في صندوق الوصف، وكذلك حسابات ناصر العقيل موجوده في صندوق الوصف. مستعد يا ناصر؟ مستعد. Let's go. بسم الله. يا حكم حكم العدالة، يا حكم سيب النذالة. يا ركز معايا الان يا ناصر، الدور عندك بحكم انك الضيف. يقول لك فيلم 7 لديفيد فينشر تقييمه 8.6، فيلم عظيم تاريخي ما في. واتس ان ذا باكس يا ناصر؟ واتس ان ذا باكس؟ معلومه بس كذا سريعه اصدمني. والله واتس ان ذا باكس. واتس ان ذا باكس هذا الله. مع انه حبيت انا براد بيت في هذا الفيلم، لكن اقسم بالله لو اخذ الدور دينزل الكلب كان اتوقع بيطلع فيلم اسطوري. انت عارف انه كان بيروح لدينزل، رفضه. يس رفض الدور. يس. يا كهرني. طيب بقول شوف، انا ما اعرف ركز. الفيلم الثاني لمارلون براندو، ومارلون براندو اشهر من نار على علم ذا جاد فادر اذا ما تعرف. اون ذا ووتر فرونت اللي نزل سنه 1954، هل هو اعلى ولا 7؟ انت وشطارتك يا ناصر، وانت وضميرك، وانا بجهز الحسابه هنا عشان نحسب. بقول 7 اعلى. بتقول 7 اعلى من اون ذا ووتر فرونت؟ الجوت مارلون براندو، بس بقول 7 اعلى. يعني نعطيه لس لس. يا لعيب. نقطة تروح لناصر. حلو. On the waterfront أو Raging Bull. Raging Bull هذا لمارتن سكورسيزي روبرت دينيرو، فيلم رائع جدا. اللي يعرفون مارتن سكورسيزي بيعرفون الفيلم أكيد. شكاشي أكثر، هو فوق الثمانية أنا متأكد، ما في أكثر. لا. وش قلت؟ وش؟ شكاشي. كل ما قلتها شكاشي. أسلم. يا حبيبي لي سنة ونص أتابع أنميات طول اليوم، إيش تبغى إيش تتوقع مني أقول يعني؟ يا ساتر. طيب يا وجيه أوكوجيما، تفضل. وجيه سان. يلا. ريجينج بول هو فوق الثمانية أكيد، ولكن هل هو؟ لا أنا أتوقع إنه أكثر من ثمانية، بإذن الله إنه 8.3 بإذن الله. أوه سيم. واو. سيم تحسب. سلام يوم الله سلام. تحسب. واو. تحسب ولا تحسب ولا جسمه؟ ما دام أعطاني جرين تحسب، انتهى. جرين تحسب نصه. يا حكم وين يا حكم؟ حكم عدالة. طيب يقول لك ناصر، ريجينج بول هي نفس الكلمة اللي في ريد بول. ريجينج بول ولا بايرت أوف ذا كاريبيانز اللي نزل سنة 2011 لجوني ديب. Think twice. And after that, think twice again. منه. هلا بدأ يتوتر. أنا ما تابعت السلسلة هذه. أوكي. وأنا أعرف إنه من أشهر السلاسل. لأني ما أحب نوع الأفلام هذا، عشان كذا أنا بالنسبة لي نوع الأفلام هذا أقل من 8 مهما كان جيد. عرفت؟ بالنسبة لي طبعًا. But we are talking about IMDb. بالضبط. لكن fan service. هاير
قراصنة الكاريبي فان سيرفيس. لا أنا أقول يعني هاير رأيي الشخصي. هاير أي ألقم. آه تفضل. شفت ألقم ألقم كررتها عليك 2011 2011 ناصر. أنا أعرف أن له أجزاء، أنا أدري أن له أجزاء بس ما أدري أي جزء اللي فاير ولا لا. يلا عوافي عوافي. طيب السؤال عندي يقول لك اوبن ووتر اللي نزل سنه 2003 تقييمه 5.7 ولا فروزن؟ اوف كورس فروزن. فروزن اللي نزل في 2019 تقييمه 7 وشويه او 7 بالضبط. ما شاء الله حبيبي تعريق ما شاء الله. This is our بلاي جراوند. طيب طبعا السؤال عندك فروزن 2 ولا ذا لون رينجر؟ انا تابعت فروزن 1 وكان من اقبح افلام ديزني اللي تابعتها. يا ناصر انت يا اخي شوف دقيقه تايم اوت ناصر. في افلام لا في افلام تتابعها لانك تبحث عن متعه، وفي افلام تتابعها لانك تبحث عن رساله، وفي افلام تتابعها لانك تبحث عن الاثنين. فروزن افلام ديزني كلها كذا فور فن وفيها رسائل خفيفه فجوه. لا لا انت بتتابع ديزني صح؟ اوه كيف طرزان؟ شوف لا تتكلم عن ديزني العصر القديم، لا تتكلم لا تقارن العصر القديم بالعصر الجديد. لاين كينج وتوي ستوري توي ستوري اقسم بالله اشياء كثيره اشياء جد رهيبه اول كانوا يكتبون. عموما بقول ذا لونج رينجر، بقول ذا لونج رينجر والله مع انها هذه الافلام 6 بوينت سمثينج. شوف ذا لونج رينجر بعطيك هنت، ذا لونج رينجر كان فيلم لجوني ديب، وحط في بالك حاجة ما كان من أنجح أفلامه. كده أنت دلعتني بقول لور. قول لور؟ إيه. غششك نصور. دلعتني. غششك. دلعتني. بس معاد بغششك بعد كذا. أنا بغششك واحدة يلا إذا أنت كرمت الكريم. The Lone Run The Lone Ranger ولا كليك؟ المصيبة كلها أفلام رخيصة الاثنين. يعني مش رخيصة اللي يسموها أفلام تجارية عارف اللي. أيوة بالضبط. For business يجيب فلوس. بالضبط. وأفلام آدم كلها صراحة فور بيزنس يعني آدم ساندلر. شوف هو مستحيل يكون أكثر من 6.5 هذا. هلا بروح مع لس بروح مع درجة سيء. ما أدري يعني. لا شوف أفلام آدم ساندلر توصل للسبعة بالحركرك بالمضاربة بس مش كلها، نادر جدا. لكن في لكن بالفلوس والله يجيب فلوس الكلب. أنت عارف إنه السلاري تبعه ما ينزل عن 25 مليون. الله يخرب بيته. ايوه بس يجيب فلوس افلامه تجيب فلوس افلامه شيطان كوميديان. طيب بروح مع لس. يا رب. او ماي جاد والله انك معلق وسالفه. او ماي جاد يا حكم. او ماي جاد على الحركرك. يلا والله حركرك. كليك ولا ذا بريدج اون ذا ريفر كواي 1957؟ اتوقع واضحه يا ناصر. تعبت وانا غششك مالي شيء يا اخي. خضرم هاير 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 هاير. اصلا لو قلت لور بعطيك كف على اذنك. ليه تابع بلفاست؟ صدق اني امس قاعد اتابعه والله. انا قبل النوم عندي طقوس افك اي فيلم واشغله لين انام. تعال هذا الفيلم اللي كامل بالابيض واسود. كامل بالابيض واسود يتكلم عن مشكله بلفاست والمشاكل اللي صارت. تابعت بدايته جبار. تابعت بدايته الطياره قلت لا هذا شكله جبار. ثاني مره اشوفه رائع واحب اقول لك اني اعرف تقييمه يعني. انا اخذت عليك دور ولا دورك صح؟ لا دورك. دوري صح عليك صح عليك. يلا بيلفاست ولا ذا شادو ان ماي اي؟ يا اخي رعب شكله هورر موفي صح؟ والله اول مره اسمع فيه صدق ما قد تابعت. لقم ابوها. لور 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 يبلع بليز. اخ جرين يا محظوظ جرين. The Shadow in My Eye أو The Pink Panther. The Pink Panther النمر الوردي أعرفه. هيا عاد الجحفة الذي ديرين 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 لس 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 go Well النتيجة 5-3 لي يا ناصر. 5-3 لي يا ناصر. The Gentleman فيلم رائع أوصيك تتابعه إذا ما تابعته. جميل جميل جميل. في تنوع عجيب في الأكسنت، بتشوف جميع الأكسنت، آيريش بريتش
امريكان. لحظه هذا حق انا ماني قاعد اشوف الصوره حق ماثيو مكانهي. ماثيو مكانهي و حاطه في الواتش ليست والله رائع. هذا تشوفه الان بعد الفيديو تروح تتابعه رائع. لا انا اكيد بعطيه فوق 7.1. اي شو شوف اقل من 7.1 معناته انه هو دخل تدخل انت في 6.9 والله ممكن ليش لا. ما اتوقع انه من افضل افلامه طبعا مور بس بعطيه مور. الله اكبر على ابليسك يا شيخ. حاولت اسوس له كذا الوسواس اسمه The Gentleman or Clerks 1994. والله كليركس ذا ما اعرفه اول مره صراحه يمر علي ولكن ما اتوقع انه بيوصل للثمانية فبعطيه لس. هو شو لا 7.7 شو حسبتها كمان جرين ذا بيست يير اوف اور لايفز 1946 هاير. اكبر على ابليس. يس انا كل ما اقوله ببعد عنه يلاحقني. ذا بيست يير اوف اور لايفز ولا سبكترز سبكتر ولا حطوا له صوره هذا سبكتر جيمس بوند حق دانيال كريغ. That's a hard one. That's a hard one my brother. So I'll go with. شوف إذا جاوبتها غلط فأنا بفتح لك المجال إنك تقرب أكثر. يا سلام لا عادل. So. ضيع بلنتي. So Spectre. Nah. ما يوصل ثمانية. في السبعة. أوه. جني والله 6.8 برضه. Oh my god. شوف هذه easy peasy lemon squeezy. لا مو easy هذا hard one والله. هذه هارد ون. اوه صح انت عشان التقييم عندك 6.8 على اليسار صح؟ ايه بالضبط هارد ون والله very hard one higher more. حاولت والله حاولت ما عاد بغششك اكثر حاولت اغششك بعيوني ما في فايدة. حاولت اغششك بعيوني ما في فايدة. انا متوقع انه خرى شيء اسوأ افلام الاكس من على الاطلاق. فيلم فينيكس اسوأ افلامه سيء جدا. The Father 2020 اخ واحد من اجمل واروع افلام انثوني هوبكنز جميل. هارت وورمينج صراحة اذا ما تابعه ترشح للأوسكار في سنتها وتوقع فاز بعدة جوائز. اذا ما كان انثوني هوبكنز بنفسه فاز بجائزة الأوسكار ذيك السنة مش فاكر ولكن يقارنوه بفيلم جوجيتسو كايزن زيرو. طيب احنا لازم نفهم اول شيء الجمهور قبل ما نفهم الفيلمين. جوجيتسو كايزن جمهوره يخوف ترى. اي بس مو في اي ام دي بي. في حلقه كان تقييمها 10 من 10 في اتاك اون تايتن نزلوها بعزمهم واصرارهم الى 9 من 10. اوكي هذا شخصنا. ايوه بس انا اقول لك انه لو يبغوا يرفعوا شيء يرفعوه. سو ليس. 8.4 يلا راحت علي النقطة. فيدة يلا جو أهيد. يلا أطبخ رجع الوضع زي ما كان. أطبخ النتيجة 7-5 نصور. ليس وايلد ستروبيريز ويني ذا بو. ويني ذا بو تعرف ويني ذا بو الدبدوب الأصفر حق ديزني. ليس 2011 شكل بليزك. ريفير بس انا عارف الاجابه بس خليني اسولف شويه. هذا الفيلم ثاني افلام ترنتينو. يس وكان من اول الافلام في هوليوود اللي تم اخراجها بواسطه شخص مستقل وليس تحت مظله استوديو كبير فكانت فرص نجاحه انه يجيب فلوس في السينما مره ضئيله ولكن ترنتينو اجتهد وكعف ذا الفيلم خسر فلوس وسوى اللي عليه والفيلم جاب فلوس وجاب تقييم عالي ما فيها كلام مور 8.3. من النادر انها تعجبني افلامه. لا حرام عليك بس لا هو رهيب هو رهيب بس انا من النادر انها تعجبني افلامه يعني بس اتوقع اخر فيلم تابعته له كان بوليت ترين. اتوقع هو المخرج بوليت ترين ترنتينو. لا 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 الجديد الترين حق براد بيت في القطار الياباني. لا ما هو حق ترنتينو انت شكلك مخربط. ترنتينو المخرج اللي اخرج اعرفه انا اللي اخرج شو اسمه وانس ابون تايم. اي وانس ابون تايم. لا بوليت ترين ماله فيه اصلا ماله يد نهائيا. لا ماله علاقه فيه. اخر فيلم اخرجه ترى وانس ابون تايم من هوليوود. فيلم القادم بينزل سنه 2024 او 2025 عن ناقد
في سنة 1957 بتكون آخر أفلامه وآخر محطاته وبعدها بيعتزل. أجل يمكن قريت عن المخرج ذاك إنه متأثر بترنتينو لأن كان في نفس الدموية. جايز. Anyways, Men in Black 3 لس والله لو يناقز لو يجنح. لو الجزء الأول يمكن ها. إيه يمكن لو الأول يجنح. أحيه جينا في الأرقام. جينا في الأرقام العبيطة يا ناصر. هذا اللي نزل رب. شوف المصيبة أني والله ما أدري. Pirate of Caribbean Dead Men Tell No Tales. آخ المشكلة ماني هذا اللي كان فيه الفيلم الوجه الأخطبوط ولا ذاك جزء ثاني؟ أنا لو أعرف أول على طول. المصيبة أنه بيكون حوالينه ترى حوالينه. And that's a hard one. والله that's a hard one. So I'll go with the list. والله يقول دي أوه هذا واحد من أقوى الأفلام. يا أخي أنا نخميت ما عادني عارف هم كم خمسة أجزاء صح؟ 17,000 خمس لا هم خمسة أجزاء هم آخر جزئين اللي جابوا أم العيد فيها يلا فدا هذا كم كان 2017 2017 إيه غريبة ثمانية والله إني بديت أشك في مصداقية الموقع ذا بس يلا شوف نقطة التعادل بس لحظة تكفى إيميلي ترى فيلم فرنسي فيلم رائع إذا تبغى فيلم موسيقي رائع تابع إيميلي جميل مرة جميل إن شاء الله راح أتابع عن بلس ترى الهنود ترى الهنود لعابين لس الهنود إذا يبغوا شيء رومانسي يطيروه لس حاولت فيه يا أخوان يلا تفضل 6.8 مع فيلم خرائي إيش كشمير ذا كشمير فايلز والله ما أدري والله بعطيه مور نزلك على الله يلعن بليسك 8.3 ايش الفيلم ذا غريبة ما اعرفه خرب من جد ولك ديم افقع لس. عنك تسعة الفقعة تعادل حط لس تايتانيك تايتانيك طيب شوف اسمع اذا جبت تقييمه بالضبط لك مني نقطتين 7.7 لا اسخرس مختار انا 7 اول بعدين بوسع الفارق بليد رانر اعلى ما فيها كلام طيب انا صرت 10 يا ناصر وانت 9 بليد رانر ولا ذا ارتست الحمد لله سؤال صعب اطبخ والله كوك صعب. والله صعب كوك يا حبيبي كوك والله صعب لا تهم كوك لا تهم كوك ذا ارتست سنة 2011 تبي تعطيه هاير صعب بعطيه هاير اتس اب تو يو ماي براذر هيا اسمع السؤال هذا أصعب من اللي جاك ركز معايا سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس هذا الجزء الأول وكان خارق تدري كم جاب إيرادات حوالي المليار وتقييم دقيقة هذا حق مين هذا سبايدر حق اسمه حق مايلز موراليس الانيميشن لا ما أعرفه سبايدر مان الأسمر نو بيخرب بيت يا واد انت فوت على نفسك أفلام كثيرة حطه في الليستة سكرين شوت اللي بقول لك الفيلم اللي جنبه وايلد تيلز هذا فيلم أرجنتيني من أروع وأجمل الأفلام الأرجنتينية اللي شفتها في حياتي الأفلام الأرجنتينية اللي شفتها في حياتي فيلمين وايلد تيلز وفيلم ثاني اسمه ذا سيكريت ان ذير ايز أو اسمه بالأسباني إل سيكريتو دي سوسا خوس سيارين كالادوروس اللي بقول لك إنه الفيلمين ذولي كلهم موجودين في توب 250 ولكن أتمنى إنه وايلد تيلز تقييمه 8.5 فبعطيه مور الفوز من 15 بسم الله جهاوند 2022 ولا I still believe علما انه ذا جهاوند لس 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 ما فيها كلام من دون تفكير اصلا الاخير 10-10 يا ناصر يا ناصر 10-10 يقلع عم السؤال السهل اللعبة تحبني ستار وورز The Empire Strike Back More اوكي 11 ترى عليه 8.7 ايوه ستار وورز اول جزئين 17 مليون ركز فيها ذا تاشكنت فلايز 17 مليون طيب براحتك ماتشي جاي لس ماتشي جاي نه انتهى اوه يخرب جرين يخرب بيته يقلع شكلك والحظ اللي معاك ناصر طيب هنا Gone with the Wind هذا فيلم يا ناصر يعني من باب المعرفة كذا والإثراء واضح شكلك لا عرفت التقييم إيمان عندي
ترى سويت ولي في الأرجنتيني ولا قمت. قال والذوين تعرف يمكن في رواية اسمها ذهب مع الريح معروف. أيوة أيوة. فالفيلم هذا مقتبس منها. تخيل كم مدة الفيلم؟ لا تقول. قال والذوين 4 ساعات. يا ساتر. تدري متى تابعته؟ تابعته في فترة كورونا. 4 ساعات. أربع ساعات. ما بديت محتوى أنت ذاك الوقت؟ إلا كنت بادي محتوى. بس الفكرة إيش؟ إنه في ذيك الفترة كان عندي سعة في الوقت. جالس في البيت افلام صنعت محتوى افلام صنع اظن افلام 200 توب 250 ما ختمتها الا في فتره كورونا. يا ساتر. فاللي بقول لك انه واحد من اعظم افلام هوليوود وفاز بالاوسكار ذيك السنه. وفي جمله مشهوره قال هذا اي دونت جيف ا دام. لا يقطع ام الوقت الفاضي اللي كان عندك تتابع فيلم عام 1939. ايش اغنيه ام كلثوم؟ اخ والله جميل. انا ما ادري هل انا وقعت في حب الفيلم ولا وقعت في فتره كورونا نفسها. كنت حاب وقعت في فتره كورونا ووقعت من عيني في نفس الوقت. فتره كورونا كان فيها عزله كذا ووحده عجيبه. الناس استمتعت فيها. هل انا والله انا كنت مبسوط في فتره كورونا. انا انسان اصلا بيتوتي عشان كذا يعني كنت منبسط. فغان وذ ذا ويند هو فوق الثمانية ولكن هل يجي 8.7 ولا لا؟ فاتمنى انه يكون 8.8 فبعطيه مور. اوه واحد الحمد لله. والله اني مظلوم. والله اني مظلوم. 11 11. قوم تعال ابو القم يلا هيخش اطبخ كوك. سيتي لايت لشارلي تشارلي تشابلن ولا لايك ستارز اون ايرث تبع عامر خان. واحب اقول لك كل الافلام تقييماتها قويه. اسهل عليك هم كلهم في الثمانيه ما فيها كلام. ولاحظ اني قاعد اساعدك يعني. اسكت لا تساعدني ما ابغى منك شيء. تشارلي تشابلن والله يا افلامه كانت غريبه. احسه يا 8.1 يا 8.3 او 4. تعطيه مور ولا لس؟ بما انه جت احتمالين اب فبقول مور. تعطيه مور؟ شو اسوي عاد؟ احب اقول لك مبروك النقطه. الله بالله. يس. لحظه الجنتلمان جاتو نصيبي. وش اللي نصيبي؟ لو جاء طيب اسمع لو جاء نصيبي مو نصيبي. طيب اسمع لو جاتك نرفرش مو نرفرش. تحط النتيجه سكور حق توخره يعني. قصدك اوكي ليش تقعد تنعد تايتانيك لس اي بس الى متى يعني بنقعد زي كذا؟ خلنا نشوف عاد الحين نلقى لك بس خلاص مالي شغل. لا ما جاء ليون ما جاء والله ما جاء والله. ليون ذا بروفيشنال تعرفه صح؟ لا يا ناصر يا واد انت مفوت على نفسك افلام خارقه. ليون ذا بروفيشنال واحد من اجمل من توب عندي ومور ما فيها كلام. فيلم رائع عن قاتل متسلل كذا وبنت صغيره. شيء رهيب. لا ما عليك ضر عدل. انت تدري ان النتيجه تعادل 12 12؟ والله ما عاد اغششك ولا عاد المح ولا عاد اقول شيء. اكيد هاي يا ركيد. شوف سيتي اوف جود فيلم برازيلي بس هذا اللي بقوله لك. داري لكن هاير ما اعرف انه برازيلي بير هاير متاكد. يا اخي ما في اقل ما يعني ما في اقل من 6.2 الا انه يكون فيلم ناصر يعني اكل اسوء من كذا ما في. ار يو شور؟ شو اماني شور لكن والله ما اعطيه الا هاير. هاير ونص يا ولد. 8 وشويه ما اعرفه. 13 12 يا ليل. وانس ابون ا تايم ان امريكا 84. مصيبة أعرف تقييمه وأعرف الفيلم تقييمه عالي برضه. يا لا إن شاء الله إنه 8.8 إن شاء الله. القام. أدهكي والله القديم لا أجيكي والله القديم لا ألهقك. يلا ذا إليفنت مان ولا بيوتي أند ذا بيست؟ بيوتي أند ذا بيست يا شيخ لور إلين. يا أخي إيش أسئلتك السهلة ذي؟ اللعبة تحبني. اللعبة تحب القم ناصر. انت 14 وانا 12. يلا نقطة واحدة. لايك ستارز. اسمع هذا اخر بلنتي تضيع احتفل انا بكاس العالم. طيب شوف انا بكون امين معك ترى الفيلم ذا طلع. اي صح طلع لنا ذا. وهاير طلع 8.2 الظاهر او شيء زي كذا. خلاص الحين اكمل. يلا الحين داي هارد. 88 هاير. 88 هاير يا ابو هاير. جرين والله جرين. بس يعني مو هذا طلع. جرين هذا طلع. تايتانيك طلع. سكيب. مونتي بايثون اند ذا هولي جريل. والله ما ادري. 75. والله ما ادري بس
انا لو جبت النقطه ذي بتفوز 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 بتدفعني 7 ريال حق المعصوب. شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل ضمنتها هاير هاير شيل يا طويل العمر شيل لا 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 شيل يا طويل العمر شيل ليتس جو ليتس جو. اخيرا انتصر دومامي كافين في واحده من الالعاب. خل ثقتك الحنكه اللي سويتها لي حقت الارجنتيني التغشيش لا لا هو التغشيش اللي في البدايه غششت غششتني واحده غششتني واحده وحاولت تسقطني اكثر من مره. ايوه الفاشل مستعان ماتش جاين بس والله ممتع اللعبه ممتع 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 وجميله والله وتسوي لك كمان ريفرش كذا لايش الاشياء اللي المفروض تشوفها والاشياء اللي سحبت عليها بالذات اذا تابعتها مع واحد زي يعني ايش يعلمك ايش اللي فاتك واللي ما فاتك. ترى هذا نصر هذا النصر انا بالنسبه لي يسجل في التاريخ لانه مو بس النصر على وجهي لانه في ملعب الافلام. بس حبيبي يعني حط في بالك حاجه ترى انا تعمدت اني اخسر. ايوه علشان انت قبل في الواتساب قلت لي فيني نوم. يا الله لا كذب مشكله مو انا اللي قلت. يا حبيبي والله يا ناصر نورتنا وانستنا يا سيدي وباذن الله وباذن الله تتكرر. الله يعطيكم العافيه يا جماعه على المشاهده. هيا هبولنا لايك للفيديو لو حابين نكرر السلسله هذه مع ضيوف اخرين او مع ناصر نفسه ارد الهزيمه حقتين. واشتركوا في القناه لما كنتم مشتركين. فعل جرس التنبيهات حساباتي وحسابات ناصر راح تلاقوها كلها موجوده في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه وناصر العقيل من قناه دوبامي كافين. شوفكم في الفيديو القادم.